دخل قاسم أحد أحد أحياء غزة. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بضبط مدينة الدار البيضاء، تدريب لرجال الوقاية المدنية مع أحد الشركات، يعني كيف ما قلت لكم معنا مشاهدي الكرام في هذه اللحظات، هذا فقط تدريب لرجال الوقاية المدنية في أحد أكبر أحياء كازا. بعد هاد لومبيل زعما كيجيو في التدخلات ديالو عندو راه استخدمت ليا ديال بصح كان غيستخدمكم ها كما كتشبعوا المشاهدين شوف في هاد اللحظات الأمان أحد الشركات الخاصة يعني تدريب لرجال الوقاية المدنية ويحيو ويحيو كما تشوفوا معنا تدريب خاص، يعني الناس هنا خرجوا مخلوعين فاش شافوا رجال المطافئ فكيتفاجئوا بانه تدريب خاص. رجال الوقاية المدنية دايرين شراكة مع هاد الشركة هادي ديال الفونكا وجروب كار، كيديروا زعما كاين لو وقع فيهم شي حاجة كيفاش يخرجوا منها، فهمتي؟ كيفاش يعطوا بنادم كيفاش؟ أجي أجي مالك؟ أنا وقع شي حاجة راه قول لي كيديروا أنت كيسحب لك وقع شي حاجة؟ وقع شي حاجة ما تقولوا احنا مخلوعين كنقولوا دابا قطع العلم دابا غتوقع شي حاجة وما كيديروا كنقولوا دابا غينتحر شي واحد العافية ما باش لينا قلنا غادي تحرش شي واحد ما تحرش شي واحد شنو تقدروا تدربوا كيدربوا دري دري قال لي دخل عونا قال لي دابا كنقول غتنزل العماره دابا غيتلاح شي واحد قال لي ما كيدربوا انا قال وصل هاي